الترجي عمل اللي هو عايزه، فضل واقف بشكل يخليه يوصل ويلعب على الهجمات المرتده، وفي نفس الوقت انا بشوف ان كولر استدرج الترجي للي هو عايزه، وكان يقدر يخلص لو الكره او الكورتين اللي جم كان دخل فيهم جون او اتنين. انا بشوف ان هو تعامل كولر مع المباراه كان واقعي الى حد كبير. انا كنت متخيل ان الاهلي هينزل كالعاده بره ارضه في اول 10 دقائق. الاهلي في خصوصا مع كولر وقبله مع موسيماني كان دايما في اول 10 دقائق بيضغط، يخوف كارت الارهاب اللي في الاول ده، ثم يبدا بعد كده سجل او ما سجلش بيبدا بعد كده يسير المباراه بشكل اكثر اتزانا. يعني ضربه علي معلول في اول 3 دقائق، احنا لو بصينا على اول 3 دقائق هنلاقي ان الاهلي كان بيضغط من منطقه قدام شويه من التلت الثاني في الملعب، لكن مع اصابه علي معلول اللي جت في الدقيقه الثالثه، ودي طبعا كان شيء قدري جدا وما كانش معمول حسابه، تخلى عن فكره ان هو يكمل. كولر تخلى عن فكره الضغط، ان هو يكمل في الضغط ده حتى العشر دقائق الاولانيين، لا تراجع. وكمان انا كنت شايف او كنت متخيل ان هو هيلعب بتنظيم دفاعي ويحاول يصطاد واحده او يحاول يسجل هدف يساعده كتير ويريحه هنا في مصر، لكن برضه هو تخلى عن الفكره دي مع اصابه علي معلول، خصوصا ان البديل كريم فؤاد عمل مباراه كويسه قوي، لكن في الاخر هو مش مركزه. فاوقف يا كريم، انت كريم هيبقى واقف ورا ومش هيتقدم. محمد هاني عنده برضه في الناحيه الثانيه واقف وما بيتقدمش، فاحنا فقدنا الطرفين. فكان الحل بالنسبه لكولر ان انا هامن، انا مش هاجل الحسم لهنا بقى. فده الاتفاق اللي حضرتك بقى كنت بتتكلم عليه، او الشكل اللي كل واحد فيهم سواء مدرب الترجي او مدرب الاهلي كان بيفكر فيه. مدرب الترجي اخر نص ساعه او اخر 25 دقيقه تحديدا كان خلاص ارتضى بالامر الواقع تماما، وفقد الاستحواذ وفقد الرغبه في انه يسجل، وحس ان الدنيا مقفوله، هو ما وصلش غير بكره واحده في اللحظه اللي كان علي معلول فيها بره الملعب، وكانت من الجبهه بتاعت علي معلول. غير كده هو ما وصلش خالص، فشل تماما في انه يخترق دفاعات الاهلي. فخلاص احنا كمان نفسنا طويل، وزي ما عملنا مع صن داونز ممكن نعمل مع الاهلي ونسجل في القاهره. فهو خلاص يعني ارتضى بالامر. وقال كده بعد المباراه، مش قال كده ولكن قال ما يشبه هذا الكلام، اللي هو انا كنت عارف انا بعمل ايه في المباراه الاولى وعارف انا هعمل ايه في المباراه الثانيه. وبرده كولر من الناحيه الثانيه مع اصابه علي معلول وان فكره تغير شويه، خلاص انا كمان هحسم في القاهره. فهو كان شبه اتفاق، كان في يعني اتفاق ضمني كده ان هو خلاص احنا الموضوع هيبقى في ال 90 دقيقه بتوع استاد القاهره. نتمنى ان ال 90 دقيقة دي ان شاء الله تكون في صالحنا، المباراة مش تبقى سهلة. النتيجة دي انا ما بحبهاش، بتاعت 0-0 دي خالص أسوأ نتيجة إيجابية في التاريخ. يعني انا ما بحبهاش نتيجة كمين الحقيقة. يعني انت ممكن هنا لا قدر الله في اي وقت تستقبل هدف يصعب عليك الموضوع جدا، ما اتمناش ان ده يحصل. فأظن ان احنا في العودة واحنا بنتكلم بقى مع يعني عن مباراة العودة وشكلنا هيبقى فيها ايه، ما اعتقدش ان احنا برضو هنلعب ضغط عالي طول المباراه. احنا لازم هنكون مأمنين دفاعاتنا كويس، لان هما في المرتدات بيقدروا يسجلوا، ولو سجلوا واحده هيصعبوا عليك المباراه. فاحنا لازم هنلعب هنا كمان مباراه متوازنه، ولازم برضو هنا يبقى نفسنا طويل جدا. يعني ايه المخطط اللي حطه؟